أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثانية ضمن أنشطة مبادرة إزرع، وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بقرية الستاموني مركز بلقاس محافظة الدقهلية. وعقد التحالف لقاء مع صغار المزارعين للتوعية بأهمية القمح والتعريف بالمبادرة وحزمة التدخلات والخدمات التي تقدمها المبادرة والتوعية بأهمية هذه المرحلة من محصول القمح وكيفية التخلص من الحشائش المصاحبة للقمح. وتم الاستماع للمزارعين ومدى الاستفادة من خدمات المبادرة ومناقشة تساؤلاتهم ومشكلاتهم والاستفادة من المبادرة لدعم وحث المزارعين الذين يقومون بالزراعة المتأخرة. جالنا نسبة كبيرة من القمح مدعوم من الدولة من الجهات الخاصة، والحمد لله والشكر لله وزعناها على أكمل وجه. وطبعا الفلاح طبعا بيشكر الوزارة، وإحنا أهل الموظفين أو أهل الإدارة بنشكر الوزارة ونشكر الجهود الخاصة لهم. استفدنا بتقاوي القمح اللي جاية مدعمة، طبعا كانت التقاوي غالية وسيادة الرئيس جاب لنا تقاوي مدعمة، وطبعا كلنا زرعنا الحمد لله. وطبعا التقاوي دي جميلة جدا لأنها منقاة وتقاوي نظيفة جدا. جالنا دعم الغلة سمعنا عليها في الجمعيات، جينا خدناها بنص تمن، خدناها بنص تمن 171 جيزة، 171 بسم الله ما شاء الله ما لهاش حل. بالنسبة للقمح متوفر عندنا في الجمعيات، نزلوا لنا الدعم دوت توفير عن بره تمام. وبالنسبة للقمح السنة أعول من كل سنة، يعني حوالي يعتبر 1000 فدان او 1000 وفكه كان عندنا في المنطقه اللي احنا فيها.